والآن مع الأخ الحافظ سبيل الله قسام موسى من جمهورية موزمبيق، ويتقدم بفرع حفظ القرآن الكريم كاملاً برواية حفص عن عاصم. اقرأ من قوله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.